اتصال مع المتنبئ الجوي الأستاذ حسان الجردي لنشوف اليوم كيف حتكون كونه نحن ببداية هذا الأسبوع نهار السبت، كيف حيكون طقسنا خلال أسبوعنا؟ وبلشنا امبارح الناس ضاجت كثير، كان في موجة شوب كثير قوية، فخلونا هيك نعرف معلومات أكثر. يسعد صباحك أستاذ. ألو، صباح الخير. صباح الخير أستاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك. ميت هلا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذ. خلينا نتعرف من حضرتك كيف عم تكون أحوال الطقس ودرجات الحرارة بمحافظاتنا السورية؟ هلا بداية صباح الخير من جديد. يسعد صباحك. عم بلش حالة الطقس، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. عيد الأضحى مبارك لك زميلتك العمل الإخباري السورية. أيامكم تكون كلياتها أعياد بإذن الله تعالى. الأجواء بشكل عام أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في أغلب المناطق. اللي بيميز الأيام هي اللي نحن عم نمرق فيها هو مو الارتفاع بدرجات الحرارة بقدر ما عم نتأثر بارتفاع نسبة الرطوبة السطحية خلال ساعات النهار، واللي عم يكون إلى أثر سلبي بالإحساس بدرجات حرارة أعلى من الحرارات اللي عم تتسجل، وبنفس الوقت عم يكون إلى أثر إيجابي خلال ساعات الليل بوجود عنصر الرياح الغربية اللي عم تكون نشطة ببعض الأحيان إنه بتخفض من درجات الحرارة، وهذا اللي حول الأجواء من أجواء عم تكون حارة نسبيا بالنهار إلى أجواء بالليل عم تكون أجواء معتدلة ولطيفة بأغلب الأوقات وخاصة في المرتفعات الجبلية. هلا بشكل عام الأجواء اليوم لنهار السبت والأحد درجات حرارة عم تستمر بالارتفاع، اليوم بتكون حول المعدل، أعلى من المعدل من درجة لست درجات مئوية. الأجواء عم تكون صيفية حارة نسبيا بشكل عام بين الصحوة والغائمة جزئيا، صديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية خلال ساعات الليل. الجو عم يكون معتدل ولطيف خاصة بالمناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة بالمناطق الغربية. هلا بتستمر معنا الأجواء من الاثنين حتى نهار الخميس، أجواء عم تكون حارة نسبيا بأغلب المناطق، بينما تكون حارة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية مع حرارة أعلى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية، وبتستمر نسبة الرطوبة السطحية بالارتفاع وبتعطي إحساس كثير جيد خلال ساعات الليل، بينما خلال ساعات النهار عم تعطينا إحساس بدرجات حرارة عم تكون أعلى من المعدل، خاصة الرطوبة عم تكون بالمنطقة الساحلية مرتفعة ما بين 60% إلى 90%، وبتعطي إحساس كثير كبير بدرجات حرارة أعلى من المعدل ب4 درجات، بينما بالعاصمة دمشق عم تتراوح الرطوبة من 35% إلى 70%، وعم نشعر دائما بدرجة حرارة تقترب من 40%، ولكن المسجلة تكون بحدود 35 إلى 36 درجة مئوية. درجة حرارة مياه البحر 26 درجة، بالنسبة لحالة البحر خفيف ارتفاع الموج، وهذا الوضع كثير بيكون منيح خصوصا نحن بفترة عطلة وأعياد، الكل بيكون متواجدين خصوصا نحن بداية أسبوع وعطل مثل ما ذكرت، ناس موجودة على البحر وناس طالعة باتجاه الجبل، فالطقس كثير مناسب وجيد هلا للسباحة، ولكن خلال ساعات الصباح وعند ساعات الغروب. هلا بالنسبة للرياح عم تكون الرياح بالمجمل الغربية الشمالية الغربية الخفيفة والمعتدلة مع هبات عم تتجاوز الهبات ببعض الأحيان سرعة 50 كيلومتر بالساعة، بتؤدي إلى إثارة الغبار بالمناطق الشرقية والبادية والجزيرة. هلا دائما نحن خلال هيدي فترة الصيف وخصوصا بارتفاع درجات الحرارة بنواجه حزة من الملاحظات والتحذيرات للإخوة المواطنين، وخاصة نحن هلا بموسم الأعياد والعطل. أول شيء عدم إشعال النيران والحرائق خاصة بالغابات بالمناطق الحراجية بالأراضي الزراعية بسبب سهولة انتشار النيران مع ارتفاع درجات الحرارة، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة خاصة كبار السن والأطفال، بنحذر من الأجواء السديمية المغبرة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية وتؤثر سلبا على الناس اللي عندهم مشاكل صحية بالجهاز التنفسي وحساسية من الغبرة، بالإضافة إلى عدم ترك المواد القابلة للاشتعال معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر ضمن الأماكن المغلقة على سبيل المثال السيارة. أما درجات الحرارة المتوقعة لليوم بدءا من العاصمة دمشق فهي 37-19، القنيطرة 29-19، قلمون المرتفعات الجبلية 28-16، درعا 36-18، السويداء 31-17، المنطقة الوسطى حمص 31-17، حما 33-20، حسكة منطقة الجزيرة 42-24، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 30-24، بالشمال حلب وإدلب 37-22، دير الزور الرقطة المنطقة الشرقية 43-25، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 43-24. نتمنى الخير والسلامة للجميع، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب.
نعم. يعني بالختام استاذ حسان الجردي بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات يلي وافتنا اياها عن احوال الطقس، شكرا لك. شكرا لك استاذ حسان، وبالصحه والسلامه للجميع. ومثل ما قلت حضرتك، السنه الماضيه عانينا من حرائق كثير بسبب ارتفاع درجات الحراره، فيا رب هي السنه تكون بردا وسلاما على سوريا الحبيبه.